تفاعلنا مع الجمهور ديالنا. المباراه اليوم كانت احتفال اكثر ما هي يعني خدينا بواحد الجديه كبيره، يعني على العموم كانت مباراه جميله ربحنا فيها، وهذا يعني المباراه غتبقى يعني في الدين ديالنا لان ربما احتفلنا مع الجمهور اليوم يعني ان شاء الله. كيف قلتي انا الهداف يعني حاليا يعني في انتظار المباراه الاخيره ديال كنظن نادي بركان، وان شاء الله الا جات الهداف مرحبا، ما جاتش الا دار باكوجو يستاهل حتى هو مهاجم كبير. يعني كنت متنادى عليا يعني في هذا كنظن في المجموعه الاخيره يعني في اخر المطاف يعني تم الحذف ديال انا وديال بانون ديال الوردي، يعني هذا كيبقى اختيار ديال المدرب. حنايا كيف قلت كنا في لاليست في الاخر ما يعني تم الحذف ديال الاسماء ديالنا، ماشي مشكل يعني باقي يعني نشوفوا في المستقبل دابا احسن اكيد، يعني ان شاء الله في انتظار ان شاء الله اللاعبين اللي غيجيو ان شاء الله، لما لا نحن نفسه على جميع الالقاب، لان الان يعني المكتب يعني في يعني كنظن انه كيحاول يجيب لاعبين باش ان شاء الله ندافع على الالقاب اللي ذكرتي دابا. فاكيد يعني كيف ما قلتي كان موسم شاق، ربما خدينا يعني كنظن 61 مباراة في السنة يعني ماشي بالسهل، وكانت المنافسة على يعني بزاف ديال الواجهات، يعني والكل كيعرف انك ماشي سهل انك تنافس على بزاف ديال الواجهات، لان يعني كل 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 يعني كل لقب وعنده يعني خصوصيات ديالو، فين ماشي بالسهل. الحمد لله اننا حققنا الاهم اللي هو يعني حققنا من لقبين هذه السنة، وجينا الصف الثاني واللي خولتنا المشاركة في عصبة الابطال، فيعني اهم عام كنظن انه ناجح الحمد لله بالنسبة للفرق رجع بيضا.